علاء ميهوب السهم الأحمر. علاء ميهوب هو جول، هو جول، الجول الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 44 من الشوط الثاني. نجم خط وسط النادي الأهلي في الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، ظهر في بداية الثمانينيات مع الجيل الذهبي الذي فاز بخمسة ألقاب إفريقية، كانت السبب الأكبر في فوز النادي الأهلي بأغلى الألقاب في تاريخه نادي القرن العشرين في إفريقيا. بدأ علاء ميهوب مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لكن ظهوره مع الفريق الأول كان في أوائل عام 1982 كلاعب وسط مهاجم. علاء ميهوب اللي رقص وماشي، علاء ميهوب اللي رقص وماشي وشاطها برجله الشمال، بص الكورة، جول ثاني للنادي الأهلي. سجل هدفه الأول مع النادي الأهلي في مباراة الأهلي والترسانة في الثاني من إبريل عام 1982، لكن هدفه في مرمى الأشغال الصومالي يوم 23 من إبريل عام 1982 كان الهدف الذي عرفته به الجماهير ودخل قلوبها. فبعد تعادل سلبي في مقديشيو استمر التعادل بالقاهرة حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع، وكاد الفريقان يحتكمان لضربات الجزاء التي لا يحمد عقباها، ليفاجئ ميهوب الجميع وليحرز هدف الفوز وليستمر مشوار الأهلي في البطولة ليصل للدور النهائي، وليحرز ميهوب هدفا في فوز عريض بثلاثية على كوتوكو الغني وليفوز الأهلي بالبطولة. أحرز علاء ميهوب 12 هدفا في بطولات أندية إفريقيا، من أهمها هدفه في مرمى أفريكا سبور الإيفواري في الوقت المحتسب بدل من الضائع ببطولة إفريقيا لأبطال الدوري عام 1987. على المستوى المحلي أحرز 29 هدف، منها 4 أهداف، كان هداف الأهلي موسم 84-85، كما أحرز 8 أهداف في بطولة كأس مصر، من أبرزها هدف نهائي كأس مصر عام 1984 أمام المصري في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ثم أحرز هدفا آخر في فوز كبير للأهلي بثلاثة أهداف لهدف وليفوز بالبطولة. فاز ميهوب مع زملائه ب16 بطولة، منها 6 بطولات لكأس مصر و5 بطولات للدوري و5 ألقاب إفريقية. كان ضمن قائمة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 1990 بإيطاليا. عام 1992 خرج علاء ميهوب من الأهلي وانضم للنادي الأولمبي السكندري، وأحرز هدفا في تعادل الأهلي مع الأولمبي، ليجهش ميهوب بالبكاء كيف يحرز هدفا في مرمى النادي الذي تربى فيه صغيرا وصنع فيه اسمه وشهرته ونجوميته. علاء ميهوب السهم الأحمر. يعني قصة حب وعشق كبيرة بين الكابتن علاء ميهوب والنادي الأهلي، يعني وقصة كفاح كمان. الكابتن علاء بيقول من في النادي الأهلي من هو عنده 13 سنة، فأكيد الموضوع مش هينتهي زي ما السوشيال ميديا بتكتب ان الكابتن علاء ميهوب ممكن يسيب النادي الاهلي. اكيد الكابتن علاء عمره ما يسيب النادي الاهلي، ولا النادي الاهلي هيسيبه، ولا جماهير النادي الاهلي هتسيبه. عشق كبير جدا بين الاثنين، وعشق لا ينتهي يا كابتن علاء. لا مفيش مشان ولا حاجه خالص، ولا في، انا عارف انا جاوبت. لا خلاص، ما انا جاوبت. لا خالص، الحمد لله الموضوع كله تمام، وعندي قعده مع كابتن خطيب يوم السبت يلا نقربها، لكن مش اكتر من كده عشان نقفل القصه. لا لا خالص، القصه ناس ايه، قصه مقفوله. اكيد قصه مقفوله ميدو، انا واضح وصريح في الموضوع ده. اكيد احنا قفلناها خلاص. يعني عايز نتكلم في ايه؟ انا عندي حاجات كتير جدا جدا. اللي انت عايزه وانا اتكلم. تعال نتكلم في الاهلي. طبعا ماتش حوريه الجاي، ماتش شايف الماتش ازاي؟ ماتش صعب مش سهل طبعا، بره ارض، جمهور، فريق شفته، فريق مقلق، مخرج صن داونز، فريق واخد بطوله قبل كده، عنده مهاجمين مقلقين جدا، خطر جدا، لكن دايما عنده مشاكل في الحته الدفاعيه اللي ورا. النادي الاهلي متعود على افريقيا، او لو اللفظ الصح يعني السيد افريقيا كلها، فعلى قد ما النادي الاهلي عامل حساب
للفريق الغيني على قد انا متاكد ان الفريق الغيني عامل مليون حساب للنادي الاهلي اكيد قلقان قلق ما بعده قلق فهي المباراه اعتقد خبره لعيبه النادي الاهلي هتحسمها في الهدوء في الاول عشان حماس الجماهير واي فريق عايز يلعب النادي الاهلي عايز يكسبه لكن هي مباراه ميدو مش سهله يعني مش زي المباريات السابقه المباراه سهله بره جوه لا هتكسب لكن مباراه قادمه مباراه صعب اكيد تركيز النادي الاهلي مع المدير الفني مع اللعيبه مع الخبرات الكبيره قوي اللي في افريقيا اعتقد بتديك ثقه تديك حته انك انت مطمئن لكن مطمئن باداء بشكل بالتزام التزام بره الملعب وجوه الملعب اكيد بالزام الكلام اللي هيتقال يوم المباراه هتلعب ازاي وخطتك ازاي والاداء اللي هيحصل اكيد اللعيبه تتفرج على المباراه مره واثنين واكيد مستر كارترون حتى محمد يوسف خلاص عارف عمل الخطه هيبدا يلعب ازاي اخطر لعيبه ايه لكن زي ما بقول لك انا اللعيبه اللي انت شايفها دي لعيبه كلها متمرسه كويسه قوي في افريقيا اعتقد ان شاء الله المباراه يرجعوا بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. تعال اقول لك تصريحات باتريس كارترون لمجله فرانس فوتبول يعني عملوا معاه حوار على التليفون يا كابتن علاء قال ان هو واثق من قدره الفريق على الفوز بنتيجه يعني الفوز في مباراه الذهاب شايف تصريح قوي شويه قوي وقوي ثقه بالظبط قوي ثقه في نفسه ثقه في لعيبته وبتدي طاقه ايجابيه للعيبتك يا ميدو من غير ان هو ممكن انا ممكن ارجع بتعادل لا 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 بقول لك انا اروح ان شاء الله اكسب هناك فثقه في نفسه ثقه في لعيبته زي بقول لك انا بتديك دوافع كلها ايجابيه انك ان شاء الله تكسب وترجع بمكسب حلو او ان شاء الله يعني برضو في اطار الكلام اللي حضرتك بتتكلم عليه ان نادي حريه كوناكري عنده خط هجوم لا يستهان به كمان باتريس كالترون ما عداش الثلاث اهداف اللي دخلوا مرمانا في ماتش كامبالا سيتي الاوغندي يعني ما عداهمش هباء قال اتكلم فيهم برضو في حواره مع فرانس فوتبول قال ان انا مش هعدي الثلاث اهداف دول اكيد اتكلمت مع لعيبتي اكيد هحاول احافظ على الطريقه الدفاعيه بتاعتي اكيد هحاول انبه اللعيبه على الاخطاء الدفاعيه اللي حصلت في مباراه كامبالا سيتي لان مش هتحصل تاني صعب يحصل اخطاء دي مباراه تاني خصوصا مع كامبالا فريق ضعيف يعني سمعت عن كامبالا اقول لك نكسبه بره اللعيبه كانت مستهونه بالماتش شويه بالظبط وده اللي بيحصل دايما في اللعيب المصري حته هدوء شويه لكن اعتقد لما بيحصل لك حاجه في مباراه زي كده بتبقى بتتعلم منها درس حلو درس استفاد منه كويس قوي اخطاء ما تتكررش تاني كويس اتكررت في مباراه زي كده ما فيهاش اي مشكله ما تتكررش مباراه مصريه ما تتكررش مباراه ممكن تضايقك ممكن لو حصل حاجه زي كده صعب انك تعوض عشان كده هو بيقول لك مش هيحصل تاني لان ما ينفعش في دفاع النادي الاهلي يحصل اللي حصل فيك اكيد اكيد يعني عايز اقول لحضراتكم ان الحوار اللي اجراه باتريس كالترون مع مجله فرانس فوتبول او مع الصحفي فيكتور وخدوا منه احمد شهاب كان على طول يعني ما شاء الله عليه الحوار ده هتشوفوه بكره او هتسمعوه بكره او هينشر على وسائل السوشيال ميديا ووسائل الاعلاميه المختلفه بكره ان شاء الله احنا بنقول لكم حصريا دلوقتي على قناه النادي الاهلي شكرا للزميل احمد شهاب كل الشكر ليه يعني حاجه جميله جدا ان هو بيجيب هذا الحوار قبل ما ينشر بيوم كامل باتريس كالترون كمان يا كابتن علاء اثنى على مسؤول النادي الاهلي ده طبيعي جدا قال ان هو بيوفروا كل الاجواء اللي تخليك تكسب في اي وقت وفي اي مكان هو ده النادي الاهلي يا امير مع كالترون مع اي مدير فني بوفر لك المناخ المناسب على اساس تبقى انت عارف انت جاي فين انت جاي النادي الاهلي فعشان عايز نتيجه يبقى في مناخ مناسب بره الملعب متخوف من ايه في المباراه دي يا كابتن علاء البدايه تبقى هاديه من ناحيه النادي الاهلي تبقى سريعه من ناحيته دايما في المباريات الخارجيه دي ميدو انت اكيد عارفها كويس قوي يهمك اول بدايه خصوصا لما يكون فريق عنده جمهور عنده طموح فريق مقلق شويه ما تدلوش فرصه ان هو يضغط عليك في الاول او يفرض عليك اسلوبه لان انت لو ضغط هو فرض اسلوبه وشاط شوطه مش عارف ايه فرصه ضايعه مع الانفعال الجماهيري في بعض اللعيبه ممكن ياخد وقت هيخرج منك هي دي اللحظات اللي لازم يبقى فيها تركيز عالي قوي بدايه المباراه مهم جدا اول ربع ساعه تركيزك كويس قوي استحواذك على الكوره يبقى دايما ليك انت حتى لو مش هتسجل اهداف لكن مجرد انك تستحوذ بيديك ثقه اكيد ويصدر للفريق الثاني لا النهارده مش يوم سهل بالنسبه لك النهارده انت بتلعب سيد افريقيا فاعتقد بيبقى الموضوع صعب عليك اكيد يعني كابتن علاء ميهوب شخصيا كده لما بيشوف لعيب مثلا لعيب عالي قوي او هو شايفه هيبقى عالي قوي هيبقى نجم كبير او يبقى ليه فرص في الاحتراف بره النادي الاهلي او بره مصر كبيره جدا بتروح تقول له ولا بتخاف يعني انا كنت اكلمك عن ناصر المهر جابه صورته على طول ناصر المهر كان معاه في منتخب الشباب على فكره اه
هتروح تقول له ناصر خلي بالك انت لعيب جامد جدا وانت لعيب هيبقى ليك مستقبل كبير جدا، ولا هتخاف ان ناصر ماهر ياخد الكلام ده بطريقه تانية؟ ايه الصح؟ خلينا نقول ايه الصح الاول. ما على حسب، على حسب النوعيه نفسها ميدو. لا بعيد عن النوعيه، ايه الصح من الكابتن علاء المفروض يعمله؟ الصح انا لو انا مكان لا اروح اتكلم معاه. تروح تتكلم طبعا معاه. ماشي، دي حاجه كويسه. حاجه ايجابيه جدا نتكلم معاه انك انت لعيب كويس وتبقى كويس لازم تهتم والكلام ده كلها حاجات كويسه، لان في يوم من الايام الناس القديمه كانت بتكلمني كده اهتم بنفسك وتبقى كويس وي فالحاجات دي ايجابيه جدا يا ميدو، ليه ما اقولوش؟ بس هو بقى ياخد الكلام وياخد الافعال بتاعته حسب ما هو شايف، خصوصا لما يكون حد بيتكلم معاك موجود في النادي قلبه كتير قوي، فانت بتاخد الكلام الكلام ده صح، الكلام ده مفيد، انا هبدا اشتغل عليه. زي بتتكلم انت على ناصر، ناصر من اللعيبه الممتازه طبعا ودي مستقبل كبير في النادي الاهلي اكيد. عايز اقول لك ان الكابتن الخطيب حاجه برضو عايزك تعلق عليها. الكابتن الخطيب رئيس نادي الاهلي او اسطوره نادي الاهلي كمان قال 5 رسائل النهارده لاعضاء الجمعيه العموميه نادي الاهلي، اهمها من وجهه نظري قال ان جماهير واعضاء النادي الاهلي هم راس ماله الحقيقي. عايزك تعلق على الجزء. هي ده صح، ما هو ده صح. انت بتاخد كلام من واحد متربي في النادي الاهلي، عارف قيمه جماهير النادي الاهلي، عارف قيمه اعضاء النادي الاهلي، هو ده فعلا راس المال الحقيقي. يعني الناس النادي الاهلي مش جماهير بتروح الاستاد والملاعب، لا جماهير النادي كمان اعضاء النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده قائم باعضائه، اعضاء محترمه جدا، ناس بتحب ناديها قوي، يعني سبحان الله حتى العضو نفسه تحس بيحب نادي جدا. دي مش اللعيب يعني مش اللعيب بس او المدرب، لا العضو نفسه تحس بيحب ناديه جدا، عايز يبقى احسن نادي في الكون زي ما بيقولوا، عشان كده دايما النادي الاهلي الحمد لله في تقدم دايما، عشان كده بقول لك هو ده راس المال الحقيقي، هو العضو النادي الاهلي. فعشان كده انا بحاول اوفر كل حاجه للاعضاء دي، لان الاعضاء دي تستاهل كل حاجه صح وكل حاجه حلوه، عشان سبب بسيط جدا. الاعضاء حضرتك بتجمعهم ان هم الاعضاء الجمعيه العموميه واعضاء اللي هم الجماهير كمان. بالظبط، لانك انت كل المشارك انت منتمي لنادي عظيم اسمه النادي الاهلي، فانت كل حاجه بعد كده اكيد هتبقى كويسه. تمام. حسام غالي هو بيعتزل، ما زعلتش؟ جدا. طب ما حاولتش تعمل حاجه؟ لا، في الاوقات دي هو خد القرار، ان اتكلمت معاه قبل ما ياخد القرار، انا شايف ان لسه فهو كان خد القرار، لكن انا داخليا لا، كنت نفسي حسام يستمر، كان نفسي عماد متى يستمر بالمره بقى لسه كمان. اسالك لا لا كنت لسه اسالك لا، ما هو الاثنين دول يعني من الشخصيات اللي ليها معزه خاصه جدا 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 عندي. حسام عشان حته اللي هو يمكن الاكتشاف اللي انا شفته فيه، وعماد من هو في الناشئين انا عارفه كويس جدا، متنبئ له بمستقبل باهر جدا، وشخصيه جميله جدا ومحترمه جدا وبيحب النادي وطبعا ناهيك ان هو راس حربه ممتاز. حسام نفس الكلام، هما دول الاثنين كان نفسي يكملوا في النادي الاهلي، هما الاثنين حسام وعماد متعب. طب طالما فتحت عماد متعب، يعني عماد متعب من لعيبه حضرتك كنت تفتكر ايام مستر مانويل جوزيه كان بيحط على طول، عارف ان هو كده كده هيجيب جول، يعني عارف ان هو كده كده عماد متعب هيجيب جول، فعماد ما كانش تحت ضغط. لا. او ما كانش تحت ضغط، وريني بقى انت عماد انت فين. هل الموضوع ده فرق مع عماد متعب بعد ما مانويل جوزيه مشي؟ صح كده، فرق معاه مع كابتن حسن شحاته. عشان اكملك بقيه النقطه الممتازه اللي بتتكلم فيها، حته ان انت تثق في اللعيب دي مهمه جدا جدا، بتفرق معاه يا ميدو أكيد. مش عايز اقول لك اكيد، وعماد من النوعيه دي، عماد تديله الثقه يعني يديك احلى شغل في الدنيا واحلى اهداف واحلى تحركات وكل حاجه. عماد كان بقى مصاب ايام مانويل جوزيه كان بيجيبه يلعب على طول، مش احتياطي ويديله وقت، لا بالظبط. انا عشان كده لان هو مستر جوزيه راجل ما كانش طبيعي برضه، خد بالك راجل ذكي جدا جدا جدا، لا لا شخصيه ذكيه جدا دي اللي نجحته. طبعا قويه جدا وذكي جدا، بيحب النادي الاهلي بطريقه مش طبيعيه، بيحب لعيبته قوي، بيدافع على لعيبته ويعرف يلم لعيبته كويس قوي. كده اشتغلت معانا سنه ميدو انت حسيت بالموضوع ده، هو بقى في دي انا اشتغلت معاه فتره كبيره جدا، هو كده بيحب لعيبته قوي، بيحافظ عليهم قوي. طبعا ده عماد متعب. عماد متعب انا في ال 18 وزي ما بيقولوا في الصندوق نمره واحد، اللحظه اللي بتكلم فيها دي مفيش زي عماد متعب في الحته دي، عشان كده دايما كان عنده ثقه فيه مش طبيعيه. يحصل مشكله، عماد مصاب، عماد عيان، يجي يلعب. نفس الكلام مع كابتن حسن شحاته، عشان لازم ندي كل الناس حقها، كابتن حسن شحاته نفس الكلام كان بيحب عماد قوي وكان دايما يلعب عماد، دايما في ثقه في عماد، عشان كده عماد تحس ان كان في ابداع. انا مدير فني وبديك حاطط ثقتي فيك انت كميدو راس حربه بتاعي، فانت هترد الثقه دي ازاي يا ميدو؟
بالظبط، بالاهداف بالحركه بالشغل، حتى مش تجيب اهداف بالظبط، لكن تحس ان انا موجود، انت ثقتك فيا، انا لازم ارد لك الثقه الكبيره انت تهاني. يعني في لعيبه يا كابتن لما بيبقى نجم قوي زي عماد كده، خلينا نتكلم صراحه، يعني عماد متعب نجم كبير جدا طبعا. جدا منتخب مصر نادي الاهلي بطولات، هداف من العيار الثقيل جدا الفريد جدا كمان، حاجه جميله قوي، محبوب الجماهير، معشوق الجماهير الاهلاويه كمان، ما قدرش يرجع يقول انا عماد متعب، انا عايزك انت تقول لي انت عماد متعب وانزل خلاص. انت عماد متعب، مش وريني عماد متعب. ده اللي عانى منه طبعا. في حد تاني يقدر يرجع عماد متعب تاني؟ بس مش نوايا، مش نوايا عماد. عماد واخد على طبيعه معامله معينه، شغل معين دايما، هو وصل له الاحساس ده ان ثقه المدير الفني فيه كبيره جدا 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 من ايام هو صغير على فكره، ما هو في الناشئين، هو عماد متربي على كده. فعماد خلاص الطبع كده والتربيه بتاعته كده، فخلاص هو عماد محتاج معامله مش خاصه كدلع، لكن معامله خاصه انك ازاي دايما تقول له انا عندي ثقه فيك، مش انت بقى كويس عشان انا اثق فيك. بالظبط، بتفرق قوي مع النوايا دي بالزبط. في ناس لا، هيقول لك لا اشوفك الاول وتبقى كويس واديني طبعا انت كويس وانا هلعبك. اكيد عماد لا، اكيد عماد انا هلعبك عشان انا عندي في ثقه فيك كويس قوي، ان انت عماد متعب. بالظبط، هو ده ميدو، ده انت كويس فيه. وفي اي وقت انا بثق فيك. ده اللي كان بيفرق. طب انا عندي سؤال، انت عارف طبعا انا مش بتخبس عليك، بس لا. عندي سؤال برضو عايز انا لازم اساله لك بصراحه. ليه الكابتن حسام بدري ما عملوش كده، مع ان الكابتن حسام بدري عاشر من مستر مانويل جوزيه فتره كبيره جدا، وعارف عارف مين اللي كان بيثق فيهم مستر مانويل، عارف ان دول اسلحه بلا حدود. بالظبط. طب ليه هي بتبقى سياسات مدرب؟ هل ضغوطات؟ هل هو عايز يعمل حاجه جديده؟ لا، كابتن حسام مش عايز يعمل حاجه جديده. هو فتره مضغوطه كويس جامده جدا. دايما مفيش حد زي حد يا ميتو، يعني انا مش زيك انت، يعني في دايما فروقات. كابتن حسام البدري مش هو مستر جوزيه، كل واحد ليه سياسته، كل واحد طباعه، الاثنين ناجحين جدا والاثنين انا بحترمهم جدا وبحبهم جدا، لكن كل واحد ليه سياساته، كل واحد ليه طباعه. بس لما يكون قدامي مفاتيح نجاح يا كابتن علاء، لازم برضو انت تفكر. عندك، ما هي المشكله انت عندك مفاتيح نجاح، لكن عماد جه فتره بعت اصابه عقبال ما يرجع. كابتن حسام مش كان مش عنده حته مستر جوزيه، لو مع عماد يبقى يرجع يلعب. لان كابتن حسام كان عنده دايما في لعيبه كتيره وفي ضغوطات، في لعيبه كتيره جدا وفي زحمه عنده، يعني ما هي مش اعذار اكتر ما هي دي حقيقه، ان هو دايما كان عنده زحمه في المكان ده. فما ما ينفعش حد يبقى يعني يبقى بعيد قوي ويرجع فتره عماد ويلعب. فتره عماد لما كان مع مستر جوزيه ما كانش في حد كتير، كان دايما عماد وفلافيو. حتى عماد لما كان بتحصل اصابه او اي حاجه ويرجع كان بيلعب على طول. هي دي الفرق بين ده وده، لكن اثنين انا بحترم ارائهم جدا واثنين كانوا ناجحين جدا، لكن هي دايما في فروقات تميدوا بين مدير فني. حضرتك عاشرت الاثنين فعشان كده. لا، ما انا بقول لك الاثنين بالظبط. مثلا مانويل جوزيه كان شخصيه زي ما حضرتك بتقول، شخصيه مش بتتكرر كتير. لا، لكن مدرب اللي هو ممكن نقول ايه، يعني مدرب كوره، لكن شخصيته هي اللي كانت منجحاه، وده حاجه كل الناس بتتفق عليها. دي حقيقه. المدرب بقى من وجهه نظرك انت شخصيه ولا فنيات؟ طبعا الاثنين لما بيجتمعوا بتبقى حاجه جميله جدا. هي دي، لكن فنيات من غير شخصيه هتخسر، وشخصيه من غير فنيات تروح في داهيه. تروح في داهيه طبعا. لان انا بتكلم على مدير فني النادي الاهلي. لو انت شخصيتك جباره وحاجه جامده جدا لكن فنيا ضعيف، ما انت هتتعرف هتتشاف انك انت بتتعامل مع فريق كله نجوم. لكن لو شخصيتك قويه جدا وفنيا معقول مع فريق زي النادي الاهلي هتمشي العمليه. لو الاثنين موجودين زي المديرين الفنيين اللي جم في النادي الاهلي، فانت يا حظك يا هناك، انك شخصيه وفنيا عالي وفي النادي الاهلي. فانت معاك المثلث بتاع النجاح، لان هي مش لوحدها. عمر ما في مدرب، لو انت معاك مدرب كويس قوي وفريق مش كويس وحش مش هتنجح. والعكس، عشان كده دايما تعريف كره القدم لعبه جماعيه. يقول لك ما ينفعش، اصل دايما يقول لك ايه، هو المدرب ولا اللعيب؟ لا، انت محتاج الاثنين. انا حتى لو اللعيبه كويسه ما محتاجه مدرب يتكلم، انك مش هتسيبها تلعب كده بمزاجها، انت محتاج. بالظبط، عشان كده دايما الفرق بالزبط. الكبيره عندها لعيبه كويسه ودايما بتدور على احسن مدير فني في كل العالم كده. ريال مدريد، برشلونه، النادي الاهلي، نادي الزمالك في مصر، الانديه الكبيره في كل الاماكن دايما تلاقيه بيدور على مدير فني قوي، شخصيته قويه، اسمه كبير، وبيدور على
لعيب الكوره كويسه، اللي في الاخر عايز بيفكر في البطولات، عايز نجاح. اصل نجاح النادي الاهلي الكبير والبطولات الكبيره دي كلها ميدو ما جاش عشان كان عنده لعيبه كويسه بس. لا، النادي الاهلي طول عمره عنده لعيبه افزاز في الكوره، لكن طول عمره بيدور على المدرب الصح اللي يجمع اللعيبه دي ويعمل منها فريق نادي اهلي اللي هو يجيب له البطولات كلها. مع ان لعيبه النادي الاهلي كمان بيرضوا باي مدرب. بالظبط، وممكن يعلوا ويكبروا المدرب. هي دي بالزبط. لكن شويه فنيات في الملعب لازم. كابتن، مباراه شفتها راحت النادي الاهلي وما كنتش متوقع ان هي هترجع تاني ورجعت. اهلي والزمالك 4-3 في كاس مصر، اللي لسه بيجيبوا اهدافها. والله ما شفتها. انا عارف انك ما شفتهاش دي. انا كنت في الجهاز الفني مع مستر زيكا بتاع حسام. المباراه رايحه خلاص. لا هي مش رايحه، هي راحت 2-0. كويس. 4-3 ونفس اللي حصل. هي طبعا مباراه يعني ليها ذكرى سيئه عندنا. نهائي كاس مصر برضه اهلي والزمالك سنه 92، دي كانت اخر مباراه ليه مع النادي الاهلي. انا وكابتن ربيع وكابتن ابو زيد محمود صالح خرجنا بعدها ومشينا بمعنى اصح، او مشونا بمعنى اصح يعني. لانك ما تعرفش تمشي من النادي الاهلي، عشان كده بس بقول لك مشونا. لانك عشان تمشي من النادي الاهلي دي ما اعرفش، انا مجنون ممكن يعمل كده. لكن هي دي كانت برضه في كاس مصر. مجنون ليه؟ ما فيش حد في النادي الاهلي ويمشي. انا جنان طبعا، حتى لو الفلوس كتير. لا طبعا، حتى لو الفلوس كتير قوي قوي. ما انا بقول لك هي بتطلع منك تصريحات، خلي بالك. ما طلع تصريحات. أيوة. انا انت بتطلع من بتطلع مني فلوس. ما اعرفش. انا اصل انا لو لعيب في النادي الاهلي بلعب في النادي الاهلي انا مش هتمنى احسن من كده. جايز انا غلط على فكره، مش لازم كل حاجه بقولها. لا والله صح. لا مش لازم كل حاجه بقولها معاك كده. بس صح. انا عارف هي طباع، بقول لك في طباع بني ادمين كده. انا لو بلعب في النادي الاهلي او ما كنت في النادي الاهلي ما فكرش في حاجه تاني. جايز الاغراءات الماديه كبيره جدا، وزي بقول لك هرجع اقول لك حتى لو فكر وراح ما اقدرش الومه. بس الماتش بقول لك عليه ده 2-1 اهلي والزمالك في كاس مصر، 1-0 وبعدين 1-1 راح عبد العال، وخرجت انا وكابتن روزي كان بيلعب، وانا قاعد بره بقول يا رب ما نوصل. والله يا ميدو يا رب ما نوصل اكسترا تايم. لان الزمالك كان وقتها اكتساح. ايمن شوقي اكتساح للنادي الاهلي. فاول شوطه طار ابو زيد، فولو ايمن شوقي، 2-1 خدنا الكاس. يعني هم اهلي وزمالك بالصدفه. واحد وانا لعيب وواحد وانا في الجهاز الفني. طب ماتش كنت نازل هكسبه احنا الاهلي، نكسب كسبانين وفجاه خرجنا خسرانين، تفتكر حاجه زي كده؟ لا ما بحبش افتكر الحاجات دي. ما تحبش تفتكرها؟ خلينا في الحاجات الكويسه بس. شايف الدوري ازاي يا كابتن السنه دي؟ صعب جدا. صعب ليه؟ بوجود نادي بيراميدز لازم تتكلم عليه ولازم تديله حقه، لان عمل حاله في الدوري الممتاز. شئت ام ابيت انت بقى تركيزك مع بيراميدز. نادي بدا كبير، لعيبه كلها لعيبه، معظمها لعيبه دوليه، لعيبه الدوري الممتاز. اشرب بقى عشان اعرف بس بتتكلم في حاجه يعني. لا لا لا، ما انا بتكلم بنتكلم بنيجي بنتكلم. انا بقول لك بنتكلم كوره نتكلم اكيد اللي هو يعني لازم الناس يعني أكيد. الناس شايفه طبعا. لكن هو دوري صعب. كان دايما يقول لك اهلي زمالك اسماعيلي ممكن المصري الكام سنه اللي فاتوا، لكن الوقت كمان في بيراميدز دخل المنافسه. معمول له مليون حساب من كل الانديه. لحد الان ماشي كويس قوي. كل امكانيات بتاهله ان هو يبقى منافس. منافس على الدوري الممتاز. مش عايز اقول ان هو هي طفره وهتعدي، لا دي مش طفره وهتعدي، دي نادي معمول كويس قوي، فريق محترم جدا. عشان تكسبه لازم تحترمه كويس قوي. لكن هو عمل حاله في الدوري الممتاز، انا عجباني عن نفسي، ده رايي الشخصي. عمل حاله في الدوري الممتاز، الناس كلها بدات تهتم بيراميدز، لعيبه بيراميدز حتى المباريات اللي بيلعبها بقى الناس كلها بتتفرج. يعني انا متاكد من اللحظه دي الناس كلها مستنيه مباريات مثلا اهلي وبيراميدز، زمالك وبيراميدز، اسماعيلي وبيراميدز. بقى خلاص واخد. من وجهه نظرك الحاله دي عملها ازاي؟ الحاله دي اتعملت ان هو بدا كبير. ازاي برضه بدا كبير؟ اولا بالاسم، بكم اللعيبه الموجوده. لا هو الاسم مش كبير، بيراميدز. الاهرامات قصدك؟ الاهرامات لا يعني؟ لا هو غير الاسم، جاب اسم برضو غير الاسم. تمام. الاسيوطي غير اسم بيراميدز. تمام. اسم غير الاسيوطي خالص. مع احترامنا الكبير طبعا طبعا الاسيوطي ده حاجه جميله. طبعا هو الـ هو الـ هو البدايه. هو البدايه نفسها. بادئ كبير، بادئ بلعيبه غاليه جدا، اسعار غاليه جدا. بادئ. طب ده ما قلقكش شويه يا كابتن علاء؟ من ناحيه الاسعار اللي بقت هتيجي. ما هي الاسعار، بص يا ميدو، هي اسعار طبعا جامده جدا 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 جدا، ممكن تعمل اغراء لاي لعيب.
كويس. دي حاله موجوده، وعلى فكره اسعار في كل الدنيا كده، في كل البلاد كده، لكن احنا بالنسبه لنا احنا كمصريين او بالنسبه للدوري المصري حاله غريبه ان الاسعار بتوصل للعيبه دي. عشان كده بقول لك انا الفريق حاله عمل حاله جامده جدا من اللعيبه، من الاسعار، مكافئات، غصب عن اللعيبه دي هتأدي احسن اداء عندها. طب واللعيبه الثانيه؟ لان في حافز من ناحيه اللعيبه الثانيه، لعيبه الانديه الثانيه لما تبص على كم المكافئات وكم الفلوس وكم طول عمرها في فرقات. لا ما كانش كده مع النسب مع الوقت يعني. ماشي، انت جاي النادي الاهلي منين؟ من بترول اسيوط. بترول اسيوط كان بياخد نفس مكافئات النادي الاهلي وقتها. هو مش عايز اتكلم خلاص يبقى مع الاحترام الكبير لبترول اسيوط، عشان كده بقول لك دايما الفروقات موجوده. لكن اللي اتقال يا ميدو ايه؟ ان المبالغ بقت عاليه قوي، الفروقات بقت كبيره، لكن هي حاله مسموح بيها. انا الحاله عجباني نفسها. تمام، انا الحاله باللعيبه ماشي بكمل فلوس عالي شوية جدا، شطه في الدوري كده، هي مش شطه عاديه. انت فاهمني؟ انت بالمكافئات بالاغراءات بيك حلو الكلام ده كله، في الاخر انت هتتفرج على دوري قوي. هو ده اللي انت عايزه، حاله معموله صح، استثمار صح، ليه لا؟ الفلوس بتدفع كتير جدا، لكن حاله استثماريه، حاله كرويه اتعملت في الدوري الممتاز، من الطبيعي ان تتكلم عليها، لازم تتكلم عليها. تمام، النجاح بقى او عدم النجاح دي تحكم عليها بعدين، لكن المؤشرات بتقول ان الامور لا مش اربع خمس ماتشات وطفره وتنتهي، لان اللعيبه كلها لو بصيت عليها ميدو لا، اللعيبه من اللي هي لعيبه كره موجوده كلها في الدوري المصري، امتيازات اعلى، حوافز ودوافع كبيره قوي، واللعيب كره مش عايز غير كده. تمام، حضرتك شايف ان الدوري عشان يبقى كويس لازم يدخل فرقه زي بيراميدز او ايا كان المسمى ايه، ولا في مؤهلات تانيه عشان الدوري بتاعنا يعني يليق باسم مصر؟ بس هخليك تجاوب، لكن نروح لمحمد سعيد عشان يطمنا على النادي الاهلي في غينيا، ونرجع لحضراتكم مع النجم الكبير جدا جدا ومعشوق كل